البنات ديالي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وفي هذا الفلوغ هذا غادي نشارك معكم نهاري. غادي نتلقى اخيرا ما انا رجعت من المغرب، وغادي نمشيو نفطروا مع بعضياتنا. غنمشي انا ناخذ التران، لحقاش بالنسبه ليا انا ساكنه شي شويه خارج على نورنبرغ، يعني تقريبا بالطوموبيل خاصني واحد 40 دقيقه لا مكان لا امبوتياج في الطريق، لا زعما لا ترافيك لا حتى شي حاجه. كاين انا تنشد التران، بالنسبه لي التران اسهل حاجه واسرع حاجه، يعني 20 دقيقه تنكون تما في السونتر، نيت في السونتر فيل. وبالنسبه ليا ملي تنكون راجعه تيكون سهل بانني نوصل ونجيب ولدي في الوقت. يعني غنمشيو نضربوا واحد الدويره في المدينه، غنمشيو نفطروا مع بعضياتنا. صراحه ما تشوفناش من قبل ما نمشي انا للطاليان، يعني من قبل العطله الصيفيه، واخيرا رجعات ونمشيو ندوزوا واحد النهار مع بعضياتنا. المهم عندي الوقت حتى للثلاثة دابا، بحال عندنا 29 دقيقه ديال الصباح. ما عرفتش حتى معاش كاين التران، كاين واحد مع 9:28، يمكن هذا غادي يفوت عليا. خص واحد شويه الروتين، داك الروتين ديال كل نهار الدار، كتفيقي مع الصباح، سير دير هادي، قضي هادي، سير من هنا، شبي ليل، الو جي دي هادو البوسطه دي. صراحه تيدوز عليك النهار بحال الطياره، ديك الساعه تيدوز عليك النهار صراحه، تيدوز تيجري. فاليوم خصصته ليا انا، ان شاء الله يدوز زوين. نمشيو نفطروا، من بعد الا بغينا نمشيو نتغداو، المهم عندنا الوقت حتى الثلاثه. سايت جنيسن خلاوها الالمان، نتمتعوا نستلذوا بالوقت. للاسف 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 التران غادي يمشي عليا، لحقاش 24 والتران كان معايا 28. انا دابا حدا ستاسيون، ولكن خاصني نباركي وندير بنتي في الباسيجي في البوسيت، وعاده باش نمشي نقطع التيكي، عشان انا مشان نسافرش بالتران بزاف. يعني على كنت شي مره بحال هكا غادي للسونتر ديال نورنبرغ ولا شي حاجه، الباقي تنقضي بالطوموبيل، فما عنديش ديك الكارطه ديال الشهر ديال التران ولا شي حاجه. يعني فين ما بغيت نمشي بالتران خاصني نقطع وريقه وحده ديال هذاك النهار، غادي نضيع الوقت. متاكده انني ما غاديش يكفاني الوقت. او هاي دابا 9:25 التران كاين، ومع 28 4 دقائق ما غتكفانيش ندير فيها هذا الشيء كامل. ما علينا، نمشيو نقلبوا بعد على باركينغ ويحضر الله. غادي 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 الله بينا، يا الله بينا، وما كاينش الباركينغ، هذا هو المشكل. يعني اغلب الناس كتخلي الطوموبيل هنا وكتمشي تخدم، كتستعمل التران باش ما يضيعوش الوقت في الصباح، لحقاش كيف ما قلت لكم تيكون لهم بوتياج، تيكون الطريق عامره، فاللي داخل مع 9 ولا اللي داخل مع 8 للخدمه فهم طبيعه الحال ما تيوصلوش في الوقت. فلهذا انتم شوفوا الناس كلها كتخلي الطوموبيلات هنا وكيستعملوا التران. يا 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 والتران باقي واقف، التران باقي واقف كما تشوفوا. مشى، خاصني نعاود ثاني نتسناو يا مينتين. كاين واحد البارك خاوي ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، خفت غنباركي فيه ويجيو يديروا لي شي خطيه. هي هذيك ما يمكنش ما يمكنش، مينتي كلشي عامر كلشي عامر كلشي عامر. فين غنلقى هذا الباركينغ يا ربي؟ شوف كلشي عامر. ودابا غنتسنى التران الثاني يجي، وما بقاش لي بزاف، بقات لي تقريبا واحد غيجي معاه 48. دابا عندنا 37 36 قريتي هاك مونيك تكاك قريعه مع بنتها. Schuf den Eisenbahn, wer will mit dem Bahn fahren? Alleine fahren mag ich nicht, dann nehme ich meine Mama mit. Hä? Nach diesem Renouer. Wettren redi bina, tot tot l'medina, wettren redi bina. توت المدينة وترن غادي بينا، توت المدينة وترن غادي بينا. هي وجو 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 وجو.
الشميشه زوينه. فين خاصنا نمشيو نفطروا؟ انا ما كرهتش فطور تركي اليوم، يكون في داك المسمن المعمر شي كاز ديال اتاي. ها انت شتي فهمتي هذاك المسمن كاين غير في الجان. لا كنظن كاين شي تركي هنايا. المهم كاين هذا التركي اللي هنا كما كتشوفوا، هذا اسطنبول، ولكن المشكله ديال هذا تيدير غير الغدا. كنا تغدينا مره حنا دابا العشاء، وكاين واحد اخر جان خارج شي شويه على نورنبرغ، ولكن تضيع الوقت وتيكون عامر، وباش تاورديني المسمن دوك المراوات كيصايبوه لك في خاصك الوقت. جاك الفطوره معنا بيت خلنا الكريشه. المهم صراحه كنت باغا نفطر شي بلاصه يكون شي تركي اتاي وداكشي، ولكن ما عرفناش شي ريستورون هنا في السونتر ديال نورنبرغ فين ممكن نفطروا. والمهم اننا عمرنا الكريشه وما بقاش فينا الجوع، ودابا 12 هذه بالزربه كيدوز الوقت، بالزربه عرفتوا كيدوز الوقت طاير. دابا غادي نمشيو نضربوا واحد الدويره، نمشيو للبروينيغا ولا كاشتا ولا غاليريا ولا المهم مع بعضياتنا. المهم نمشيو ندور واحد شويه، كي داير المغرب؟ المغرب يا رب حرجه هي من المغرب. المغرب هو الناس اللي في المغرب، يعني الوالدين والخوت والحباب، هذا هو المغرب اللي كتخليهم كيبقى قلبك معاهم. هذيك هي اللحظه الخايبه، هي نهار تكوني جايه انا خليت كيبقى مقبوض وما فيك ما تهضر وما فيك ما تتكلم. داكشي علاش جيت عندك اليوم باش تنساي بزز. المهم هذه هي منار، لا شفتوها في المغرب قولوا لها واش هي منار صاحبه اكرام. ما غتشوفوني علاش طنجه غيعرفوك. المهم غنمشيو وجهك زوين، هذا المونطو على وجهك. ما عرفتش منين مشينا ما لبستيش واقيلا، منين مشينا لبلجيكا لبستي البلو مارين. المهم دابا غادي نمشيو ندخلوا هنايا ندخلوا المانجو، غادي نضرب واحد الدويره تيبيعوا السراول زوينين. البنات كنتو صورتوني على واحد السروال كري، كنت درتو فواحد الفلوغ راه شريتو من مانغو، غير انا شريتو اونلاين. راه قلت لكم انا ما تنتقداش زعما ما تنديرش الشوبينغ في الحوانت مره. اليوم غنديرو شويه الشوبينغ لحقاش معايا منار، يعني غندخلو شي شويه، مي في العاده تنورديني كلشي من الانترنت، تجيني كرتونه للدار كنقيس براحتي. فدابا براتيك صاحبتي، براكتيس تيجي داكشي تطبيقي حتى هذا زوين. هذا فنه ما غاليش زوين، عندهم حويجات زوينين. هاديك صغيره هادي؟ لا الاس، هذه الاكس اس تقدر تجيني، ولكن تجيني مزيره شي شويه من الطاح. لا ما خصهاش مزيره، هي خصها تجي لوكا. هم غنضرب واحد شويه دويره مانغو، صراحه فيه الحويجات زوينين وماشي غاليين، يعني داكشي تيبان مرتب زعما متانتك. غادي نشوف شنو كاين في الكوليكسيون ديال الخريف وداكشي. لا شريت شي حاجه؟ ما كاينش الاس. زوينه هاد القويميجه، زوينه وما غاليهش كما شفتوا، دايره 35 اورو في المغرب. راه عندهم الحوايج غلا من هنايا، شريت واحد غاليين بزاف عرفتوا زعما مانغو اش ام وزارة، عندنا حنا ماشي شي ماركه ولا شي حاجه واو، عادي فيهم الحوايج عاديين والاثمنه عندنا مناسبين. ملي مشيت للمغرب شريت سروال ديال الجين اللي هنايا داير غير 30 اورو، يعني 6000 ريال ديال الجين داير 6000 ريال، هنا 30 اورو. مشيت للمغرب خلصتو شي 500 درهم وهنا 30 اورو ديال الهاوند ام. بزاف زهره في المغرب غاليه هي وهاوند ام داكشي، حنا راه عندنا تقريبا قل منكم النص. انا هذا هو الستيل تيعجبني سامبل، وما فيش قوه الزواقات وقوه النونات وقوه سامبل، غير هذا لبسي من فوق منه شي جاكيت ديال الكوير وشي سروال ولا ليغينز وشي بوت بحال هكا متصور زوين. هذا الكبوط هذا ما عجبنيش بزاف، هذا هو اللي قيست دابا ما عجبنيش بزاف. عندك شي زوين صراحه شريتها من زالاندو. صراحه الحوايج انا في مانغو كيعجبوني على ديال زارا، اولا زارا تكون عامره وتيكون الروينه بحال شي جوطيه، كلشي مليوح في الارض، وتستيل صعيب فينا انا تلقى ستيلي في مانغو تلقى بسرعه، يعني داكشي تيكون
نوتخ ما تيكونش مشارجي، ما تيكون سهل انك تلقاي لبسه منظمه وزوينه باش تدي ولدك للمدرسه، باش تمشي مثلا لكان الالتن ابنت تيكون الاجتماع في المدرسه على حساب ولدك، بزاف يعني الخرجات ديال كل نهار. وان طبعا ماشي كلشي، ولكن كاينين شي حويجات اللي منظمين زوينه. هاد الشال انا جواعر حتى الشال جمعه واعر زوين صراحه. الشال زوين اصلا. اه الشال غناخذو. اه شوفوا هرفت لي على المونطو ديالها. شوفوا المونطو باقا ما شبعش فيه البوس، ما تهرفيش عليه. يقولوا لك رد البال عندك معانا على طرق. المهم لا كانت شي ها أه؟ شو ماركه من هالهوبه؟ هاد المونطو هالهوبه عرفتو؟ ما كتعرفيش هالهوبه؟ دابا انت عندك مشكل الا شريت انا في نفس اللون؟ لا جاك زوين والله، عجبها المونطو ديالي قالت لك حتى هي بغات تشري واحد في نفس اللون. والله حتى جاك واعر. جا زوين، جا زوين. المهم انا تنقيس في هاد الجاكيطه اس هذا صح. انت ولي شريت قبل ملي كانت ماما معنا زعره تنتي جاك زوين بحال دابا داك الفاني ديالي لابسه انتي، انا ما تنحملوش، ولكن ملي شفتك لابسه جاك انتي زوين، ما نقدرش عليه انا فاني ديالي مشعشع. المهم تنقيت فهاد الجاكيطه، شوفوا كي جاتني كما تشوفوا عاديه جاتني مزيره. هذه راه اكس اس، انا غادي نشوف الاس. قلت لكم هذه ديال كل نهار بحال هكا تلبسيها مع الصباح، ماشي غاليه غير ب 50 اورو. هذه ماشي ايش تضمن، ماشي دوك ماشي اللي عامره بالريش، الريش الفري هادي غامره عامره يمكن غير بالصوفه. المهم كيف ما شفتوا ديال كل نهار سخونه وزوينه، ديال كل نهار تلبسيها بحال هكا في الصباح تكوني غادي بولادك المدرسه ولا في هاد ديزاين زوين صراحه وسامبل. المهم عجبتني هادي غنشريها. زوينه عجبتني الصايب بزاف بزاف. طبعا ماشي كوير، غتكون غير طبعا سيمي بيلي، ماشي كوير فري، ولكن جات زوينه مع هاد المونطو بحال هكا. وتلبسي باش زوين المونطو جا سامبل، تلبسي حتى مع سبرديله بوط قصير زوين زوين. البنات اللي تيسولوني على دوك السراول اللي عندي في الكري وفي الاحمر، راه كاينين بحال تيجيو زوينين في اللبسه كيف ما كتشوفوا، كاينين هادو كاينين بالكحل كاينين بالكري. المهم راه كاينين هنا في مانغو رخيص، ما غاليينش، دايرين غير 25 اورو وتيجيو في اللبسه زوينين. وهما اللي قلت لكم فيهم الجويبات من اللور بحال هكا دايرين تيبينو حتى لاطاي من اللور زوينه. المهم شريت من مانغو شي حويجات ودابا غادي نكملو، غادي نشوف معاه شحال الساعه 12 ونص. اه باقي الحال، غنشوف مع الشاب بلال غنطلبو الا بغى انه يمشي يجيب ريان هو باش نبقاو انا ومنار حتى العشيه هنا ناري، ولكن ما غيبغيش هو دابا الخدمه باش انا غنوضو من الخدمه باش يمشي يجيب ريان مع 3 ونص. ما عرفتش خاصني نجرب نقول لي شوف غتمشي تجيب لي ولدك من المدرسه وغنجيب لك معايا شي كادو تعمل له دوخه. ما يبغي ما يبغيش، يا ريت وحق الله العظيم زعما كون شي واحد بحال هكا يجيبو نبقاو حنايا. شحال هذا ما خرجت، شحال هذا ما تشوفنا، وشحال هذا ما درت زعما في تيدوز كيفاه تيدوز سيطير شي حق الله العظيم. خاصني نمشي للانتيميسي من نشوف واحد البيجامه. المهم الغزاله ديالي حنا غندورو نضرب واحد الدويره هنايا في بروينيكا في واحد البلاصه، واحد البلاصه تيبيعوا كاع لي مارك مخلطين. شوفي هنا اللور اه راه راه كاين هنا بينيفيت ماك بابي براون اس لودر كاع لي مارك ديال سينساي، لي مارك ديال الميك اب، لي مارك ديال الحوايج. المهم عندهم كلشي، غنضرب الدويره وهانتوما معايا، هانتوما معايا غنمشي عند بينيفيت عندهم واحد العكر ما عرفتي لا باقي عندهم، داير بحال الماء بحال الصباغه، عندهم واحد العكر زوين داير بحال السيرو تتحطي على فمك تيبقى فمك احمر النهار كامل واخا تاكلي واخا ماشي. العكر الخضر تيدير فيه البترولاتون بزاف من بعد كيقشر لك فمك. العكر الخضر ديال 24 ساعه انا عندي كنديرو، ولكن ما مع المده تينشف لك فمك بزاف. هذا راه غير عكر الفاسي صاحبتي. لا ماشي العكر الفاسي والله الا زوين. ها هو البنات هما هادو كاينين، كاين هذا اللي بالكرونه وكاين هادو كلهم تيست، حنا غادي نتيستيوهم دابا. داير بحال الماء تنخرجو ملتي كولور هنا من لهنا. هذا راه قالت لك الخدود يعني الحنيكات والفم، ديري حتى الخدود كتبقى خدود في ديك الحموريه زوينه ديال البراءه ديال داك بنادم الظريف مزيان. لا زوين كيبقى لك اللون كامل، اللون النهار كامل في فمك. انا غنجرب داسيس في يعني بلوس ناين داسيس باسا هذا هو هذا دير بحال الماء. المهم انا غنشريه
لحقاش مزربه وعجبني. واحد المره كنت جيت لهنا وكنت غير جربته وما شريتوش، ودابا رجعت باش نشري. ولا كانت شي حاجه زوينه خايبه شي حاجه غنقولها لكم ان شاء الله مستقبلا. المهم هو هذا. انا والله ما عجبني شي حاجه في هادشي كامل. واعره لا واعره دابا هادي راه تلقاها بشي 2 مليون. الا عقلتي استنوا شوفوا على طبيلات شحال زوينين، شوفوا على خشب شحال زوين، شوفوا على طبوقيصه فهاد الخشب شحال فنه. هاد السيكين راه غير بحال لويس فيتون صافي. فهمتي هادي باش زوينه ما مطليينش بها، ماشي بحال فويتون داكشي بنادم عاهز وما تتعرفي واش بري ولا المغرب مزوين مازال ما وصلش. المهم هادي ماركه تنشوف انايا قليل اللي تيهزوها، ماشي بحال فويتون بحال فاندي وداكشي كلشي ما بقيتي عارفه شكون المزور شكون البري. هادي زوينه هاد امتشي انا يعني. كنموت على سيكاني ديال الفييرو مارتيني. عشو الجاكيت شحال زوينه اصلا. ما عندك هادي في الكحل؟ هذيك الكحله راه قديمه كنت شاريها شحال هذا عرفتو تلبسوها في البرد غير هي وشي تريكوت شي شورت نصكم. اش غادي نقول لكم واخا شي شويه الثمن ديالهم شويه غالي يعني 300 400 الاورو، ولكن راه الجاكيطه كتضرب لك واحد 5 سنين 6 سنين يعني ماشي كتخسري فلوسك في الخوا. ولقيت هادي دايزي من هنا، لقيت هادي بالاحمر زوينه وهي الاخرى اللي بقات فيها الاس. لبستها صافي هزيتها في يدي غادي انا ومنار، قلت لها هادي غناخذها. شوفوا الزهر شوفوا الزهر شوفوا الزهر شوفوا منين متقوبه والله الا تعصبت. وزوينه صراحه. غادي نشوف واش كاينه اونلاين. صافي غنشوف. عندي الزهر اللي كاينه وحده، كاينه وحده في اللاكار تحت الكاميرا راه هنا ماشي هنا، عندي ما تنشوف هنا. المهم غادي تمشي دابا السيده غادي تجيب لي وحده من المغازل تحت، عندهم وحده في المغازل تحت في البلاصه فين كيستفوا الحوايج. لحقاش فعلا جاكيت اللي غتنفعني دابا مع الصباح بكري المدرسه، ومني غيبدا الثلج يطيح راه ما نقولش لكم راه الا ما كانش عندكم شي جاكيطه نيت سخونه اللي تخليكم عظامكم راه غادي تموتوا بالبرد. وهذه ديال البولورات زوين واعر ديال رالف لوغون، كيما شفتوا هذيك اللي خديت من مانغو راه بحال هاد الصياغه هي ما فيهاش هاد الجياب. هذيك اللي خديت انا وريت لكم 50، وهذه هنا دايره 399. كنت هذه صراحه زوينه فنه. عيطنا على هذا زوين ديال الجلد من برا، الجلد من فالد فالد ليدا الجلد، ولكن بالكوير بالجلد ماشي بالكوير بالجلد ولكن ماشي كوير يعني الجلد فالد ليدا الجلد الروستيكال. ولكن ثمنها داير على 1800 اورو. اش كنت نقول لكم؟ كنت نقول لكم المهم عيطت على الشاب بلال قلت ليه شوف بير فافور، قلت ليه الله يستر عليك تمشي انت تجيب رايان. قال لي ولكن انت ديما فين ما خرجتي تديري لي هكا فين بدا شي غوت. قال لك لا وانا عندي الخدمه غنضيع جوج سوايع ديال الخدمه، انا ما كنخرج ما غنسالي حتى الخمسه. بقيت كنطلب فيه عافاك عافاك راه باغا ندور باغا نشوف شي حوايج اخرين. قال لي لا، وانا نقول ليه شوف راه غنشريك حتى معايا شي حاجه. عرفتي لقيت واحد الجاكيطات واعرين ويقول لي ولا اني انت ستريسانتي.
لكن عاقلت لي غنشريك شي حاجه ويضرب الطم غيمشي يجيب رايان وغنبقى انا وما نار باش نمشيو نتغداو. المهم غيبقى عندنا الوقت حتى للربعه. يا الهي انني استمتع مع المخدرات. انها المخدرات. كيف هذا ديال الدراري؟ ديال الدراري ماشي هي ديال الدراري بحال الخضره اللي عندنا. ولكن هنايا باقي مغلينا ها نعم. هذا واعر هذا هو علاش كان كيقلب. شكون ليليا؟ فين هو واعر هذا الكبور؟ واعر وين وبزاف. عرفتي علاش غيجي مع غيجي مع كل شيء؟ تجوبه فيه زوينين فنن صراحه. هذه غير بلا ما تبينها في اليوتيوب. علاش؟ حقاش باينه غاليه، يا اما تشريها يا اما ما تشريهاش. وانا عجبتني يلا خوده. واش انا مسطي غنشري قميجه ب 900 اورو؟ اللي بغا يدير فيا خير، ولكن عرفتي الطوموبيل غادي تكون سمعوا لازم صراحه برافو واعر. منار غنمشيو دابا نتغداو مع مدام شاب بلال غيشد ليا ريان. والله العظيم حتى فرحت. جيت دابا هنايا لدوغلاس، المهم برويني كاع شريت من عنده، تمشي للدار ونوري لكم شنو شريت يعني بداك الشيء كله الا بقى لي طبعا الوقت. جيت هنا لدوغلاس باغا نشري واحد الشاوم ديال الشعر، انا غنوريها لكم. بالنسبه للبنات اللي عندهم الشعر بحال شعري اللي ميت ميت يعني بحال هكا الزغبه رقيقه وكيهبط، انا غنوريها لكم. هي اللي كندير زوينه اللي عنده الشعر بحال هكا هابط بحال الشكل ديال شعري وما تيشدش لا فيه البروشينغ وبالزربه كيهبط كيسخف سخفان يعني عنده الزغبه رقيقه. انا كناخذ هذه صراحه، هذه ديال كراساس موس بوفون زوينه زوينه. السوشوار ديال دايزون دابا راه عامين هذه باش خرج، كندير 400 دابا شحال داير تقريبا وين تقريبا 300 دابا واقيله من اللي بحال خرج كندير 400 اورو زوين صراحه. هاد الماركه زوينه. انا عندي سبيراتور ديال الدار ولكن سبيراتور اوكي، السوشوار ديال الشعر ما معاه اصلا ما يصلحش ليا. عرفتوا باش زوين؟ ما فيه الشبكه هنا وفيه الموتور القدام ما كاين حتى في الشعر، شي حاجه اللي واو بالنسبه لي كوافوره ولا شي حاجه. هذا راه شي حاجه واو بالنسبه اللي كتستعملوا بزاف ولا اللي كتصايب شعرها ولا اللي عندها شعرها عندها شعرها حرش قوي وحرش ماشي حرش تيقولوا ناشف حشومه ما تقولي شعر حرش، الشعور كامله زوينين. ولكن كما قلت لك هذوك هما لمني ليق، اما اللي عندها جوج زغبات بحال ديالي ولي فبلا ما تضيع 400 اورو باقي لي زوين صراحه وخفيف. فالغزالات ديالي كيف مشيتو معايا؟ المهم من بعد مشينا للهاوند ام هوم اللي تيبيعوا هاد الديكورات ديال الدار زوين، داكشي صراحه زوين زوين ديال شي دار اللي ما فيهاش الدراري الصغار ولا فيها شي دراري صغار يكونوا متبتين ومحصنين. اما انا هادشي عندي ما نقولش لكم سوف يتشلخ وتشليخا. فدوزنا واحد النهار زوين صراحه. المهم ما شاركتش معكم طبعا مشاركش معكم اشنو شريت داكشي بالتفاصيل، كان عندي مهم ان احنا نشاركوا الفلوغ ونضحكوا وتخرجوا وتفوجوا معايا باش نجلس ونبقى نوريكم بياسه بياسه شريت شوفوا هذه شوفوا هذه حتى شي مره اخرى ولا شي فيديو اخر ان شاء الله. مهم انكم دوزتوا معايا وقت زوين، هذا هو المهم. وتهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف ونشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. وما تنساوش راكم ديما في القلب. باي باي.